كنا نرمين عم نحكي ضمن الفقرة السابقة عن المبادرات الإنسانية والمبادرات الخيرية ضمن الشهر الكريم. نحن اليوم عجبنا نطمن على كل أهالينا بجميع المحافظات السورية، ولهيك رح نروح لاتصال لمدينة حلب لنكون باتصال مع مؤسس مبادرة شهيق زفير السيد منتصر كيالي لنعرف شو أهم الأنشطة اللي عم شغل عليها ضمن الشهر الكريم. سعد صباحك أستاذ. صباح الخير، كيفكن اليوم؟ تمام، مش بالله، كيفكم انتم؟ تمام، يسعد صباحك ورمضان كريم. بالبدايه استاذه منتصر، خلينا نحكي عن ابرز الانشطه اللي عم تقوموا فيها ضمن الشهر الكريم. بالبدايه رمضان كريم للجميع، رمضان خير، رمضان بركه. رمضان هو اكيد بيشمل كل شيء، على بيشمل جبر الخواطر، بيشمل فعل الخير، بيشمل ذلك الملك الحلمي. رح نشتغل على موضوع هذا الشهر، رح افطار صائم. احنا للسنة الثانية عم نشتغل على موضوع افطار صائم للاطفال الداون سين، اطفال ذوي الزلزال، فكان فعالية حلوة تقريبا يومين، وكانت فعلا كانت مناسبة كثير حلوة، كانت مع اطفال الداون الى اخره. تمام. نعم. ايه. نعم أستاذ منتصر، خلينا هيك نتوسع أكثر ونحكي عن المواد اللي عم تقدموها ضمن الأنشطة، ونحن أكيد عم نشوف كنا بعض اللقطات أثناء ونحن عم نحكي معك. تماما، والفعالية اللي صارت، الإيفنت صار من شيء تقريبا يومين، إفطار صائم شمل كثير شو، على شمل الموضوع أنشطة حلوة للأطفال، مولوية، رأس مولوية، هي رأس مولوية نعتز فيها نحن كلياتنا، زائد حكواتي، زائد أغاني دينية وإلى آخره. كان فعلا كانت كثير حلوة، كانت مناسبة حلوة، وشملت توزيع شوية ألعاب وهدايا للأطفال بالتشارك مع تشارك مع جمعية الرجاء، بالإضافة لتجارة حلب، مشكورين جزيلا على الشيء اللي عم بيقدموا لنا إياه. كانت فعلا فعالية حلوة، وكانت لها دور كبير، هي جبر الخاطر لأطفال الداون. فنحن مستمرين بهذا الموضوع بالذات، لأن هن فعلا مستهلكين كل الحب، مستهلكين كل الاحترام. نحن خلينا نقول إن هدول زول الهمم عندهم قدرات هائلة، عندهم أمور كثير حلوة، لازم نحن نستثمرها بطريقة صح مضبوطة مثل العادة. فكان موضوع قائم، ولحد الآن عم نشتغل على الموضوع بالذات. نعم. ما في احلى فرحي طفل فرحي بلعبه، فرحي بقصه، بموضوع حلو كثير. فان شاء الله يا رب تكون هيك على قد الحب هذا اللي احنا، لان هذول فعلا بدهم يستاهلوا المحبه، بيستاهلوا الحب ان شاء الله. اكيد استاذه منتصر، خلينا نرجع نضوي اكثر هيك على الجمعيات يلي عم تشبكوا مع، عن حاله اليوم التفاعل اللي عم تكون بين مختلف المؤسسات والجهات التطوعيه بمحافظه حلب. هلا انا بقول شغله، لولا تشبيك مع بقيه المبادرات والجمعيات اكيد يعني مو ما كنت دورنا ثقيل، بس وقت نشبك مع غير حدا اكيد كنا دور الاكبر من هذا الموضوع بالذات. رح شبكنا مع جمعيه ساعد، شبكنا مع اوكسجين، شبكنا اوكسجين باهلنا بالسويدا، شبكنا مع اهلنا بالنبك، شبكنا بدرعا، شبكنا بكثير بالعديد من المحافظات سواء الشام الى اخره. حتى كمان بحلب نحن دوما لنا دور كبير، شبك مع جمعيه الرجاء، جمعيه القلب الابيض، يعني كل حدا عم بحاول يعطينا دعم، بيعطينا قصه، بيعطينا هالموضوع دعم معنوي او دعم مادي، لا مجرد افكار، تطلع هي فكره انت، هذا لحاله اسمه تشبيك، اسمه هذا نوع من الدعم هذا. فاكيد نحن مستمرين بالتشبيك مع كثير مبادرات، كثير ناس لهم ايادي بيضاء. نعم استاذ منتصر، اكيد بدنا نقول لكم يعطيكم الف عافيه، والله يقويكم دائما على فعل الخير، ونحن بانتظاركم بانشطه جديده، واكيد في شيء في عندنا حيكون احنا ان شاء الله اخر الشهر اذا الله رافق عندنا سوق خير، بتامل تكونوا معنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق، واكيد تحياتنا لكل الفريق وتحياتنا لاهالينا بحلب. اكيد شكرا لك استاذ منتصر، يا هلا.